بايدن أو نتنياهو، قال إنه لم يتحدث إلى بايدن منذ أن قال الأخير إن الهجوم الإسرائيلي على غزة مبالغ فيه. ما حجم أو ما عمق الأزمة الجديدة بين بنيامين نتنياهو وجو بايدن؟ الولايات المتحدة وخاصة جو بايدن الآن في المسرح السياسي، وهو القلق بالنسبة إليه يتعلق بمحاولة إعادة انتخابه. فالعديد من الكلمات التي تذكر في الصحافة والإعلام ترتبط بهذا البرنامج. وثانيا، هو أرسل طبعا مدير CIA بيرنز للتفاوض في مصر حول صفقة تبادل السلاح سجناء وليكون هناك وقف لإطلاق النار. الخشية الأخرى في الإعلام والتي ذكرت في الإعلام هو أنه ذلك التقرير الذي ذكر بأن الرئيس بايدن قد أخفى ملفات، وفي نهاية المطاف قالوا بأنه قد حدد بأنه طاعن في السن ولديه ضعف في الذاكرة. هذه كانت قنبلة هنا في الولايات المتحدة، لأن القضية الآن تتعلق بما إذا كان ربما طاعنا في السن لدرجة لا يمكن أن يقود فيها الولايات المتحدة كرئيس. أما كلماته، ورأيته في حوار وحين قال بأن ردة فعل إسرائيل كان مبالغا فيها، الجميع حاولوا أن يفهموا، لأنه كان يقول إن حماس هي المعارضة. فأظن بأن الإعلام هو الذي ضخم من هذه القضية، وربما لأنه لا يتم فهمه، والآن هناك قلق كبير بشأنه. فحين يتحدث عما يحدث على المسرح الدولي، فمعظم كلماته تكون فقط للاستهلاك المحلي هنا، وما يفعله في الخارج يتعلق بما يفعله بيرنز بالتفاوض في مصر حول وقف إطلاق النار. نعم، ولكن حديثك عن الجدل الحاصل بسبب تقدم بايدن في العمر، وهذا الجدل الآن مع الحملة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هل يعني بشكل أو بآخر أن بنيامين نتنياهو يعتبر الإدارة الحالية إدارة ضعيفة، وبالتالي هو يستغل هذا الضعف ويريد الذهاب إلى عملية برية في رفح رغم المعارضة الأمريكية؟ نعم، علينا أن نفهم موقف الدولتين. نتنياهو يقاتل في حرب، لن يستمع إلى أي منتقد من الخارج حتى يحل هذه القضية مع حماس. وبالعودة إلى التاريخ الأمريكي، حين كنا في الحرب العالمية الثانية ونتحدث عن قصف هاري ترومان لليابان بقنبلتين نوويتين، لا أعتقد بأنه كان مثلا يشتكي لترومان، وترومان كان ليفعل ذلك لأنه كان رئيسا على أي حال. وأيضا في 11 من سبتمبر، حين تكون الدول في حروب كما في إسرائيل، حالة إسرائيل فإنها تركز على الحروب وستتجاهل أي انتقادات من الخارج. الأمم المتحدة مؤخرا قالت بأنها تريد من إسرائيل أن تكون حاذرة أكثر في قيادتها لعملياتها حتى لا تقتل المدنيين، ولكنهم لم يحظروا ذلك، ولكن قالوا بأنه ينبغي أن يكون الرد ملائما. إذن أنا لا أرى شيئا كثيرا يحدث، أقصد الخلاف بين واشنطن وتل أفيف، ولكن كما قلت الأمر يتعلق بالسياسة ولكن ليس بالضغط الذي تمارسه ربما واشنطن على نتنياهو. لا أعتقد أن هناك ضغطا على إسرائيل لإيجاد حل. طيب، ولكن هذه التصريحات لجو بايدن التي قال فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة مبالغ فيه، وبأن تحدث مرة أخرى عن الضحايا المدنيين، كذلك يتسق مع تصريحات نائب مستشار الأمن القومي للرئيس جون فاينر عن عدم ثقة في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، وهذا كان خلال اجتماع مع زعماء الأقلية الإسلامية والعربية كذلك. هل تعتقد أنه ربما من جانب آخر إدارة بايدن ربما هي تخطب ود الأمريكيين من أصل عربي أو من شرق أوسطي بسبب الانتخابات الرئاسية القادمة؟
طبعا هذا سؤال مثير للاهتمام. طبعا هناك عامل في هذا الأمر. أنا لا أعرف نسبة التي يمثلها طبعا هؤلاء بالنسبة للحزب الديمقراطي لإعادة انتخابه، ولكن ما هو مثير للقلق هنا ليس في هذه الحرب، لأن الأمر سيستمر وهو منذ 7 أكتوبر، ولكن القلق هنا في الإعلام بشأن ما إذا كان بايدن قادرا على حكم البلاد. فهناك ضغط كبير من الديمقراطيين والجمهوريين ليتنحى أو لأن لا يترشح ليعاد انتخابه. هذا هو البرنامج الآن، وتسلط عليه الأضواء، وحين يتحدث مع الصحافة فهو دائما يرسل إشارات متناقضة لنا وللمجتمع الدولي عما ينوي فعله حقا. القضية الحقيقية هي ماذا سنفعل لمساعدة الإسرائيليين بدلا من أن نضعفهم ونفشلهم. ولكن يفهم من هذا أن العملية البرية سيقوم بها، إذن تتوقع أن يقوم بنيامين نتنياهو بتنفيذ هذه العملية العسكرية البرية في رفح رغم المعارضة الأمريكية وغيره من الزعماء العرب وحتى الأوروبيين أيضا الذين بدأوا يعبرون عن رفضهم لخطة نتنياهو لاجتياح رفح؟ نعم، مرة أخرى كما قلت علينا أن نضع أنفسنا في مكان نتنياهو. إنه رئيس وزراء في وقت حرب. أي دولة تكون في حرب فهي تركز على الانتصار في الحرب. هو أطلق تصريحات من البداية أنه لن يتخلى ولن يستسلم ولن يوقف الحرب حتى يقضى تماما على حماس أو لا تستطيع أن تحكم سياسيا في غزة وتسيطر على غزة. طبعا الأمر الثاني هو إطلاق الرهائن. فنتنياهو يتعرض لضغط كبير من شعبه أيضا للتفاوض من أجل وقف إطلاق النار، لأنهم قلقون بشأن الرهائن. لقد خسروا 31 رهينة منذ بداية هذه العملية، وحماس قالت إن إسرائيل بقصفها هي التي قتلت هؤلاء الرهائن. ولكن علينا أن نفكر ذلك من وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي. أي رئيس في وقت الحرب لن يتخلى عن الاستمرار في التفاوض بشأن طبعا وأيضا في شأن الحرب حتى يتم إطلاق الرهائن. لو أن حماس أرادت أن تنتهي هذه العملية لسلموا بعض الرهائن أو كل الرهائن، كما المفاوضات مثلا كانت تتعلق مثلا حتى في سرقة البنوك. إذا الرهائن أو أطلق بعض الرهائن مثلا للشرطة واحدا تلو الآخر، فيمكن مثلا أن يتراجع الإسرائيليون. وإسرائيل أظن بأن لديها نية حسنة لتبدأ حماس إطلاق بعض أو كل الرهائن. إذن كما قلت الآن الكرة في ملعب حماس وليس إسرائيل. حماس هي التي تسيطر الآن على الوضع، وأي إطلاق للرهائن 1، 2، 10 أو نصف أو الكل، هذا سيغير خطة معركة إسرائيل. براين بويد الباحث في الشؤون الاستراتيجية كنت معنا من فلوريدا، شكرا جزيلا لك.